السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل شرح مختصر لاستخدامات البنتول. البنتول ليها أكتر من شكل. البنتول في الشكل الافتراضي بنبدأ، لو عايزين نعمل شكل معين بنبدأ بنحدد الأول الاختيار بتاعنا شيب، بنحط أول نقطة وبعدين تاني نقطة. لو احنا عايزين الشكل يبقى فيه كيرف ما بنحررش الماوس قبل ما نسحب كده او كده، على حسب ما احنا عايزين. ممكن النقطة دي لو احنا عايزين نغير مكانها نضغط بس على كنترول وفي نفس الوقت نمسك النقطة ونحركها في المكان اللي احنا عايزين. ممكن نغير شكل الهندل او شكل الكيرف بالضغط على كنترول ونضغط على الهندل كده يتغير الشكل، وده بيحصل الكيرف ده بيحصل ابتداء من النقطة اللي قبل الأخيرة دي، الكيرف كده. واضغط هنا على النقطة دي لحد ما تبان لي علامة التمانية دي، ولو انا عايزة اغير النقطة تاني اغير مكانها بعمل كده. لو جيت اخد نقطة جديدة بعدها كده. عندنا كمان لو انا عايزة اقفل الشكل بقرب من نقطة البداية لحد ما تبان لي الدايرة الصغيرة دي واضغط كده. لو انا عايزة اضيف نقطة على الشكل ده باخد الاداة اللي فيها علامة الزائد دي اد، اضغط هنا وادوس على كنترول وحرك النقطة زي ما انا عايز. اضغط نقطة كمان كنترول وحركها زي ما انا عايز. طيب لو انا عندي نقطة كده فيها كيرف وانا عايزة احولها لنقطة حادة زي دي، بضغط على الأيقونة الأخيرة دي. أول ما بحطها على النقطة كده بتحولها لي لنقطة حادة، برجعها تاني فيها منحنى بضغط على النقطة واسحب، عايزاها تاني كورنر بعمل كده وهكذا. في بقى عندي الأيقونة دي اللي هي الفري فورم دي بتعمل كل الحاجات، يعني اقدر اضغط بيها تتحول لآد. لو ضغطت بيها على منحنى كده زي ده تحول حطت لي نقطة، لو دوست على كنترول ودوست على النقطة اقدر اتحكم في مكانها كده بنفس الاداة، يعني حولت لي آد، اداة آد وتحولت لأداة التحكم. ولو دوست على نفس النقطة تاني بنفس الاداة هتبقى هتمسحها، اتحولت كمان لديليت. يعني الأداة أداة الفري فورم بتعمل كل حاجة. في أداة جديدة أنا ما جربتهاش قبل كده في الفيرجن ده لأنه جديد بالنسبة لي، دي زي الاستريتر دي بتظبط لك الكيرف. ما شاء الله والله كويس. برضو هيبقى فيها امكانيات زيادة زي اللي في الستريتور بالظبط. لو ضغطت على Alt واي نقطة بتحولها لنقطة حادة، لو ضغطت تكتين هتبقى فيها منحنى.
تمام. ولو ضغطت على كنترول هتتحقق اي حاجة بتحصل. بتأثر على نقطتين متوازيتين قصاد بعض لو انا ضغط على كنترول. ما علينا، هي دي اهم حاجة في استخدامات البين تول. طبعا اهم نسيت اقول لكم ان اول حاجة في استخدام البين تول في 2 اوبشن، احنا بنختار من القائمة دي يا اما شيب يا اما باث. لو اخترنا شيب وبدأنا نشتغل، اول ما بتبدأ في الشغل بيتفتح لك كلير اوريدي، في حين ان انت لو اشتغلت باث اول ما بتشتغل او بعد ما بتشتغل مفيش حاجة، مفيش اي كلير اتفتح. طب بتستخدمها ازاي؟ بنعمل كليك يمين ونعمل ميك سيليكشن. ميك سيليكشن ده اقدر انا افتح لير نيو لير والونه مثلا بفيل او الونه بالبراش او بكذا طريقة. وده كان شرح مختصر قبل ما نبدأ في الدرس بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عزيزة شحاتة في درس جديد عن الفيكسل ارت. هنتك تكتين على اللير دبل كليك عشان نفتحه. طبعا هنتأكد من اعدادات الكواليتي من قائمة image size، هنعدل على الكواليتي 300 والعرض 40. ناخد نسخة تانية، نسحب اللير لنيو لير عشان نعدل عليه ونطبق عليه فلتر اوت عشان يديني دليل للبوسترايز اللي هشتغل عليها كدليل. هحط اللين في جروب عن طريق كنترول جي واعمل نسخة تانية من كليك يمين ونعمل دبل كيت لير. هاخد نسخة للباك جراوند، لير جديد للباك جراوند. ناخد البين تول شورت كات بتاعها حرف البي، ومن هنا اختار شيب وابدأ احط نقط المناطق اللي فيها كربات. ما بشيلش الماوس، بسحب، ما بشيلش الماوس قبل ما اسحب. النقطة اللي بغلط في مكانها بضغط على كنترول واضغط عليها واشيلها، اسحبها في المكان الصح.
بنغير اللون، بنغير اللون وبعدين بنعمل، بنختار البنتول تاني، ومن قائمة دي بنغير لباس ونبدأ نعمل الشعر. نستخدم بنتول نعمل مسارات. بعد ما بنخلص المسار بندوس على كنترول ونضغط على اي حتة فاضية ونبدأ في المسار اللي بعده، ونضغط على كنترول مسار جديد، نبدأ في مسار جديد. نضغط على كنترول ونضغط على اي حتة فاضية ونبدأ في مسار جديد. احنا بناخد المناطق الغامقة دلوقتي كلها مع بعض عشان نديها لون غامق، لون واحد. هنحدد المسارات كلها بالأداة دي، أداة السهم دي، أو ممكن ناخدها من حرف الـ A، بعدين كليك يمين ونختار stroke. بنكون مغيرين اللون درجة أغمق من الباك جراوند، ونتأكد إن احنا عاملين تشيك على simulate brusher، مختارين brush. طبعا بنكون متأكدين من حجم، من السايز بتاع الفرشة قبلها. ما بنمسحش المسارات من الباص، من الويندو بتاع الباص ما بنمسحش المسارات بتاع البين تول لان ممكن احتاجها او اعمل لها دوبليكيت واستغلها. هنحددها تاني ونعمل لير جديد
وبعدين بالبنتول ونزودها شوية ونعملها دوبليكيت الت ونحركها فوق او تحت ويمين او شمال عشان نزودها شوية. هنحددهم كلهم ولير جديد ونغير اللون لدرجة فاتحة ونعمل ستروك باث. طبعا نختار سيموليت. هنبدأ نعمل مسارات جديدة بلون أغمق. هنحددهم كلهم ونعمل لهم من الت، نضغط على الت ونعمل نسخة تانية. بعدين نحدد الكل ولير جديد، نعمل نغير اللون درجة غامقة جدا، نغير اللون درجة غامقة جدا وكليك يمين ونختار ستروك باث. طبعا نعمل نيو باث عشان يفضل موجود عندنا لان احنا هنحتاجه تاني.
هنحدده كله ونضغط على Alt وناخد نسخة تانية منه ونعمل Stroke Path. هنبدأ مسارات جديدة بالباث من قائمة نختار باث. لما بنيجي نعمل تأثير الفرش على مسارات البنتول بنعملها بالباث مش بشيب. هنحددها كلها ونضغط على Alt ونسحب عشان نتقلها. ناخد نزودها شوية في اللير الجديد. لازم نكون محددين اللون اللي احنا عايزينه الأول ومحددين مقاس الفرشة. كليك يمين سلوك باث سيموليت. اوكي هنسيب الباث مش هنشيله. نعمل نيو باث طبعا. انا بعيد
الخطوة دي أكتر من مرة عشان تديني نفس التأثير المشابه للموجود في الأصل. هبدأ أعمل مسارات جديدة للألوان الفاتحة، وأسحب قبل ما أحرر الماوس وكنترول وأضغط على أي حتة فاضية قبل ما أبدأ في المسار الجديد. كنترول واضغط على اي حتة فاضية قبل ما ابدأ في المسار الجديد تاني، وهكذا. احددهم كلهم واضغط على الت واسحبهم عشان اخد نسخة جديدة. دي يعني خطوة للتسريع، خطوة للتسريع. كليك يمين وستروك باس، اختار البراش، وانا مختار اوريدي اللون. اوكي، نيو باس، من القائمة دي اختار نيو باس، اشوف التأثير اللي حصل. اعمل من هنا، اختار ماسك وبالفرشة واللون الاسود وامسح الاطراف. في الطبقة الأساسية أعملها ماسك وبالفرشة واللون الأسود أمسح الأطراف. من البليندنج مود بحاول اغير التأثير للحصول على نتيجة افضل. لو منفعش برجع تاني لنورمال. بالشيب او بالباث ابدأ اشتغل بالجزء ده عشان اغمقه. اضغط نقطة واسحب. انا عامله دليل في اول الدرس، 5 فيديوهات لطريقه استخدام طرق استخدام البين تول. ياريت نشوفهم قبل ما نبدا التطبيق.
كليك يمين ميك سيليكشن ونختار فل ونعبيها باللون الغامق ونعمل ماسك، نختار ماسك ونمسح الأطراف بفرشة لون أسود.
طبعا بنحط ماسك ونمسح الأطراف بفرشة ولون أسود. بالبنتول القائمة اللي فوق بنختار باث ونبدأ نعمل مسارات جديدة للناحية التانية، ومع انتهاء كل مسار بنضغط على أي حتة مع كنترول ونضغط ونبدأ المسار الجديد. طبعا بنحددهم مع الت ونسحب فيتكون عندنا مسارات تانية إضافية. كل ما زودنا العدد كل ما كانت النتيجة أفضل. طبعا بنحدد كله وبنختار الأول اللون وحجم الفرشة ونعمل ستروك باس ونختار براش. النتيجة مش مناسبة، ما اخترتش مقاس الفرشة الأول، برجع أعدل عادي ما فيش مشكلة. لو النتيجة طلعت مختلفة عن اللي أنا عايزاه برجع تاني أحدد المسارات تاني وأعمل فلير جديد وأعمل أغير المقاس لمقاس الفرشة اللي أنا عايزاه وأعمل من تاني.
يعني النتيجة معقولة بس لسه محتاجة شغل. هنحدد اللون، ونحدد المسارات تاني، واعمل كليك يمين ستروك باث. طبعا اللون ده يكون افتح من اللير اللي قبل. هحدد كل المسارات واخد نسخة منهم وحرك مكانها، اغير مكانها، واغير اللون، واعمل مسار جديد بلون اغمق. هبدأ أعمل مسارات جديدة، كليك وأسحب وأضغط على أي حتة فاضية مع كنترول وأعمل مسار جديد. وحدد الكل واخد نسخة منهم مع Alt واسحب، هنعمل مسارات تانية، احددهم كلهم واسحب مع Alt واخد نسخة تانية وغير مكانها وطبق عليهم الفرشة. ممكن ازود
كليك يمين ستروك باث، اختار الفرشة اوكي. هعمل مسارات تانية، وكل ما زودت في عدد المسارات كل ما كانت النتيجة أفضل. واسحبهم، احددهم واسحبهم واطبق عليهم الفرشة. هبدأ في عمل الوش، شيب اختار شيب وابدأ احدد باللون الأسود. وعشان اللي عايزة التحديد كله يبقى فلير واحد، طبعا عشان اي تحديد هعمله بعد كده يبقى في نفس اللير، لازم اختار من شريط الخصائص بتاع الاداة كومبان لير، فكل اللي هعمله هيبقى معاه في نفس اللير.
طبعا الطبقة اللي تحت دي هتبقى فلير جديد، بس من شريط الخصائص الأداة هنختار نيو لير. لكن لما نعمل الناحية التانية هنرجع تاني نختار كومبين لير. من قائمة لير هنعمل نعمل كومبين لير تاني من خصائص الأداة عشان نعمل الناحية التانية. من قائمة لير كليك يمين وهنعمل كرييت ماسك. طبعا هنعمل ماسك لكل لير فيهم وبورشة ولون اسود. هنبدأ نعمل التسريح ونخفي الاطراف. من التولز هناخد دايرة سيركل ونعمل البقبق بتاع العين. طبعا نعملها كرييت ماسك عشان ما تخرجش عن حدود العين. كليك يمين من قائمة لير ونعمل كرييت ماسك. بنغير اللون، ناخد طبقة منها نسحبها على نيولير ونعملها نغير الستروك. نقفل على اللون ونحدد الستروك بالأسود أو بدرجة لون الأطراف، ونغير قيمة العرض بتاعه من شريط خصائص الأداة ونعمله كرييت ماسك. وناخد نسخة تانية ونعملها باللون الأسود. هنعدل على شكل الحواجب.
هنرجع تاني نشتغل على العين. هناخد نسخة تانية عشان ندي التأثير اللي حوالين الأسود. هنبدأ نعمل تأثير الظلال والإضاءة اللي جوه العين بالبنتور، يعني خطوط عشوائية. بعدين نعمل تأثير اللمعة اللي في العين باللون الأبيض. هبدأ أسحب نسخة للعين التانية وأحطها في المكان الصحيح وأعدل عليها.
هعمل الرموش عن طريق البين تول واختار من القايمة باث. اكون الاول محددة الحجم بتاع الفرشة واللون. احددهم كلهم، كليك يمين واختار ستروك باث. النتيجة مش كافية، هكرر المحاولة واكبر السايز بتاع الفرشة.
حددت كل الليرات بتاعت العين وعملت لها كنترول جي عشان تبقى في جروب لوحدها. أبدأ أعمل طبقات الوش. في البين تول من شيب وحدد وغير اللون بتاع أول طبقة. فلير جديد، أبدأ أعمل الطبقات، كل طبقة فلير منفصل وأعمل لها كرييت ماسك. طبعا كل ما زودت الطبقات كل ما كانت النتيجة أفضل، ولكن أنا بفضل عشان ده درس مستوى المبتدئين تكون الطبقات قليلة. طبعا كل الأجزاء اللي بلون واحد بنعملها فلير واحد عن طريق اختيار كومبين لير.
نبدأ نسيحها، نعمل ماسك لكل طبقة، ونبدأ بفرشة ولون أسود نمسح أو نخفي الأطراف. هي دي طريقة التسييح في الفيكسل أرت. ولو في أجزاء عايزين نرجع نبينها بنغير اللون لأبيض. الطبقة التانية ونعمل نفس نكرر نفس اللي عملناه، نختار ماسك وفرشة ولون أسود ونخفي الأطراف، وهكذا في كل الطبقات.
نحدد الليرات كلها وكنترول جي ونجمعهم في جروب واحد. نراجع تاني لو في اجزاء محتاج ان احنا نضيف لها طبقات نعملها. هنبدأ نشتغل على الشفايف. طبعا في الشفايف بنختار الصورة الأصلية عشان نبدأ نعمل الحدود بتاعها صح، لكن لما نرجع نعمل الطبقات فبنظهر الصورة اللي احنا استخدمنا الفلتر فيها عشان نعملها بسترايز. طبقة، أول طبقة هنعملها هنختار لون الأغمق سنة من الطبقة الأصلية ونعمل لها كرييت ماسك. وهكذا في كل الطبقات اللي بعدها. بعدين هنسيحها بنفس الطريقة عن طريق ماسك، بس حجم الفرشة طبعا هيبقى أصغر. هنرجع تاني نشيك على البورتريه بشكل عام، لو لقينا حاجة ناقصة نرجع نزودها.
طبعا المنطقة بتاعت فروة الراس دي المفروض تكون أغمق من كده، فبنرجع نشتغلها بالبنتول شيب ونغمق اللون بتاعها شوية. نعمل ماسك ونمسح الأطراف بالبرش. هنلاحظ ان عندنا الحواجب في الجزء اللي في البداية ده بيكون لونه خفيف شوية، فنرجع نعمله. ممكن نعمله بالفرش وممكن نعمله بالشيب ونخفف اللون. هنجرب الاول الفرش الباص ونشوف النتيجة.
النتيجة مختلفة عن اللي احنا عايزينه. هنغير مقاس الفرشة برضو مش لطيفة. نحاول تاني نغير اللون. ونمسح نعملها ماسك ونمسحها بالفرشة. وبكده نكون وصلنا لآخر الدرس، وأتمنى أكون وفقت في الشرح أو التوضيح، وإن شاء الله نتقابل في درس جديد.